كلنا عندنا قصاقيس اقمشه او تيشرتات او قمصان او جنسات قديمه او مقطوعه. زمان كانت جداتنا وامهاتنا بتاخد القصاقيس دي وبتعمل بيها حشو للمخدات، خدديات. التيشرتات القديمه كانت بتبقى فوط، تنظيف، مسكات للسخن، حاجات اللطيفه الظريفه دي. دلوقتي بقى اصبح في خطوط ازياء عالميه بتعمل موديلات من القصاقيس ومن الاقمشه المستدامه وصديقة البيئة، وهو ده اللي احنا هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا في بيت السفيرة عزيزة، اللي هتورينا ازاي حولت القصائص القديمة دي لملابس مودرن وجديدة وجميلة جدا، ده غير كمان انها عملت منها شنط. أمل شبيب مصممة أزياء ومدربة موضة مستدامة هي اللي هتقول لنا السر ورا كل الابتكارات دي. مساء الخير يا أمل. مساء النور، اهلا وسهلا بيت السفيره. ميرسي، شكرا. سعداء اولا بوجود حضرتك معانا، لانه ده بياتي اتساقا مع انعقاد قمه المناخ، واحنا بنتكلم على ان كل واحد في مكانه لازم يقوم بدوره للحفاظ على المناخ. حاجه من الحاجات اللي نقدر نحافظ بيها على المناخ ان احنا نعمل اعاده تدوير. صحيح. وده شكل من الاشكال، وهو اعاده تدوير الاقمشه اللي ممكن تكون متبقيه عندنا في البيت باي شكل من الاشكال. ايه اللي خلى حضرتك تفكري في هذه الفكره وتنفذيها فعلا؟ يمكن عشان انا اصلا بشتغل بحب الخياطه من زمان وكده، فشغلي مع الاقمشه، فبلاقي نتيجه بقى للشغل بيبقى فيه قصاقيس وهوادر كتيره جدا. فالاول كنت برميها، فكان فيها بتبقى حاجات الوانها جميله وقطع طبعا حلوه وكده، كنت ببقى يعني زعلانه. وبعدين بدأت بقى قصة المناخ والدنيا والتلوث وكده، طب لا ليه ده، أنا كده ممكن أعمل حاجة بقى ليها قيمة أكبر، بأن أنا لو استفدت من القصائص والبواقي دي وعملت بيها منتج هيبقى مميز ومختلف وممكن محدش لابسه. بدأت مشروعك إمتى؟ يعني أنا من زمان شغالة، بس يمكن من سنتين ثلاثة أو أربعة يعني بدأت بقى بجد. فبدات بقى فعلا اجمع بقى القصائص دي، وحتى القصائص بتاعتي ما بقتش مكفيه، اصحابي خياطين يعني بنقدمها بقى في المصانع الصغيره، لسه برضو بناخد بواقي. فحسيت ان انا بعمل حاجه ليها قيمه، يعني انا بحافظ على البيئه من ناحيه، وبستفيد من الحاجات اللي هي اصلا كانت بتترمي، وبعمل حاجه ليها قيمه يعني. وممكن بشغل بقى دلوقتي معايا ستات بتشتغل يعني. فيعني حياتك بدأتي بكام ست ودلوقتي بقاكي معاكي قد ايه؟ بدأت يمكن الأول باتنين دلوقتي؟ لا دلوقتي يمكن 10، وفي بقى ناس من البيوت يعني بيشتغلوا من البيوت. بدأت أعلم برضو ستات يعني، سواء يعني حضرتك بتديهم دورات تدريبية؟ عشان يشتغلوا، لأن هي فيها شوية تكنيكات كده لازم يتعلموها يعني. فعشان يعني أنا حابة إن كمان اللي بيشتغل معايا هو مؤمن بالفكرة نفسها طبعا. يعني مش مجرد بس بيشتغل وخلاص، فيمكن دي اللي بتخليني أختار شوية يعني. فبدأنا بقى بنكتر يعني كل شوية، حتى بدأنا نعلم ناس في الصعيد، وبدأنا يعني في إزاي بيتم التواصل معاهم؟ مع السيدات، مع السيدات دول. يمكن انا بدات بقى بمرن تبع حاجات يعني، مثلا اخر حاجه تبع المجلس القومي للمراه، رحنا بني سويف وعلمنا سيدات. وكل ما بتروحي حته او هنا او هنا بتختاري بقى في ناس كده بتحسي ان هم حابين بقى، او يعني فيهم حاجه يعني لا شاطرين حابين. هل نوعيه الشغل ده يا استاذه امل بياخد مثلا وقت اكتر عن يعني نفس الجاكيته اللي هي كلها قصائص مختلفه دي، بتاخد مني وقت اكتر حاولت اعملها عن لو جاكيتة قماشه واحده؟ اكيد اكيد اكيد. كلها بتبقى شغل يدوي؟ لا يعني احنا بنجمع الاول القصايص حسب الوانها وخاماتها وكده، وحسب الديزاين اللي احنا عايزينه الاول، وبعد كده بنبتدي نخيطها على المكنه. في حاجات منها ممكن نخيطها يدوي ومكنه مع بعض، بس فعشان كده هي بتبقى قيمتها يعني اعلى. وبعدين يعني من ناحيه ان هي صديقه للبيئه، ومن ناحيه ان هي حاجه مميزه. صح، محدش لابسها غير ومش هتتكرر. ده حقيقي، ده حقيقي. ممكن اوقات بقى في ناس بتبقى عايزه زيها بالظبط، ممكن برضو، بس يعني هي بس عمرها ما هتطلع اختها يعني. حقيقي حقيقي. طب انا شايفه هنا حضرتك حتى كذا موديل، واعتقد ان في منهم حاجات شبه الباتش وورك. أيوه. هل نقدر نعتبر ان القصائص دي وال المخلفات زي ما بنقول، هل نقدر نعتبرها ان ده باتش وورك ارت؟ هو احنا فعلا يعني، هو انا شغلي اصلا باتش وورك،
فده مع ده بقى بدخل كل حاجة. أنا يعني بحب كمان أعمل القطع فيها حتة أرت شوية، يعني مش أيوة. بس مجرد إن بواقي وبحطها يعني. فبحب أعمل شكل، يعني يطلع لي شكل من الـ من الـ من القطع يعني. هل الشكل اللي حضرتك بتحطيه في الأول بيبقى متطابق تماما مع الشكل النهائي للتصميم؟ احيانا واحيانا ببدا في حاجه في دماغي بتبقى حاجه وبتبقى في الاخر حاجه بقى تانية حاجه خالص. تانية. لا يعني وانا بعملها بفكر طب لا ما اعمل كده. وحتى الستات اللي بيشتغلوا معايا يعني علمتهم ان هم يبتدوا يختاروا، يعني مش لازم اعمل الحاجه كده يعني. لا بالعكس، بتبقى انت عندك مساحه بقى شويه، ان عندك بتبقى الاقصائص كتيره والالوان طبعا. كتيره، وانت خلاص فهمتي فبتبتدي بقى لا انا ممكن اعمل كده، وبتبقى في نتائج حلوه قوي اكتر ما انا اكون عايزه يعني. طب بالنسبه لفكره الشنط، ايوه انا شايفه ان يعني واضح ان مفيش حاجه فعلا بتترمي، يعني انا شايفه قطعه من بنطلون جينز قديم وقميص. بصي وقميص الشنطه الزرقاء اللي في الاول أيوه. دي قميص، جزء من قميص والاعلام، يعني كلها الحقيقه افكار جديده مختلفه ومبتكره، واعتقد ان في شنطه منهم شبه الكليم. ممكن اقوم اتفضلي. هنا هو الشنطه دي مثلا، هي قصايص جنب بعضها متجمعه بشكل، يا ريت حضرتك توريها كده للساده المشاهدين، مش متجمعه بالشكل ده كانها زي الكليم، بس هي مش كليم. لا هي قصايص برضو متجمعه مع بعضها. مثلا الشنطه دي زي العقد ده. العقد ده برضو من القصايص، بس ده في تكنيك مختلف شويه. ده مع كل حاجه بقى ليها تكنيك مختلف. ده بقى يعني من القصايص الصغيره جدا جدا اللي فعلا لازم تترمي يعني ملهاش حل. وفتل اللي بتبقى متبقيه من الخياطه بتترمي برضو، بجمعها بشكل كده. فبنعمل منها، دي شكلها كانها طبقتين فوق بعض. لا دي طبقه القماش والخيط، طبقه القماش وبعدين طبقه الخيط. هي احنا بنعمل القماش نفسه هو كده. يعني مش بنحطه على القماش. لا هي نفسها بتبقى كده خلاص. مين اللي علمك تعملي الحاجات الحلوه دي؟ بصي هو انا كنت بحب قوي الحاجات يعني من حياتي كلها في القماش، احب القماش يعني، احب القصايص، احب القماش. اتعلمت فنون الباتشورك الاول كنت بره، فعلمتني واحده امريكانيه، وهنا كان في برضو الدكتوره فاديه اتعلمت منها، وفي هنا بقى دكاتره كتيره برضو حلوين، دكتوره مش عايزه انسى اسمها، دكتوره هناء. لا يعني وانا بقى بحب اقرا بقى والنت وكده. الواحد لازم يكون عنده مهارات معينه يا استاذ. وانا عندي بقى يعني بحب ابتكر، انا طول عمري احب ابتكر الحاجه يعني. واضح حتى في الشنطه مثلا اللي عليها صوره البنت. دي برضو. وبعدين انا لفت نظري كمان الموديلات المختلفه، يعني حتى الشنط حضرتك ما قررتيش انك انت يبقى هو موديل واحد بس للشنطه، لا في اكتر من موديل واكتر من شكل. انا من طبيعتي ان انا يعني بحب الحاجات المتغيره، بزهق بسرعه يعني. ما بحبش اعمل حاجه شكلها يعني معتاد كده، بحب التغيير وحاجات مختلفه، فدايما دماغي بقى بتجيبني في كده في اشكال حاجات مختلفه. لكن حياتك يعني اصلا مش دارسه فنون مثلا صح؟ لا انا دارسه، انا اصلا ليسانس اداب. بس بدرس بقى اونلاين وباخد كورسات، ويعني مش قاعده يعني كده. فيعني بحاول يعني كل قصقوصه صغيره بحاول اعمل منها شكل يعني. لازم الخامات تبقى بتكلم كلها نفس النوع، يعني مثلا كلها خامات قطنيه، ولا ممكن تنوعي مثلا ما بين صوف قطن دانتيل قطيفه؟ ممكن يعني ممكن اوري حضرتك هنا يعني مثلا هنا مثلا جاكيت لبيبي جميلة، صوف بواقي مثلا بلوفر كان قديم وصوف ودخلت فيه قماش حلو جدا. قوي جميل. فيعني لا مش شرط بترسمي القطعه او الديزاين بتاع القطعه وبعدين بتنفذيها، ولا بتعملي ايه؟ لازم ارسمه الاول وبعد كده يتنفذ. والالوان برضو لازم احط له الالوان بتاعته يعني. ممكن الالوان تتغير واحنا بنشتغل، مفيش مشكله. طب بالنسبه للتسويق، يا ترى ازاي بتبيعي المنتجات دي؟
معارض بقى، يعني مثلا معرض ديارنا من المعارض الحلوة قوي اللي عرفت الناس بيبقى بينا عليها إقبال كبير قوي كمان. قوي، والناس بتعرفنا بقى وفعلا يعني بتجيلنا مخصوص وبتسأل علينا، ومن هنا بقى وأونلاين يعني مثلا ده برضو جاكي جينز، يعني الحاجات القديمة مش شرط إنها خلاص بتترمي، أنا ممكن أجددها بشكل معين، يعني برضو بالقصاقيس جميلة جددتها جدا. وخلاص بتبقى حاجة بس جديدة. دي برضه دي بقى متخيطة على ظهر الجاكيت صح؟ يعني ما لا دي مش دي على ظهر الجاكيت. طب في بعض الناس ممكن لما تزور أحد المعارض وتشوف الحاجات دي تعتقد إن دي حاجات قديمة فبالتالي ما تشتريهاش، هل ده بيحصل ولا بيكون في إقبال للشراء؟ لا يمكن في الأول كان الناس يعني متخوفة ما شوية، كانتش متقبلة الفكرة؟ إيه الألوان دي كلها وإيه ده يعني الدنيا، لكن لا ده بالعكس ليهم بقى الناس اللي هي بتحب الحاجات دي دي جميلة قوي تحفة. بقى الجوب دي تحفة. ايه الأقمشة اللي حضرتك مستخدماها هنا بقى؟ كلها أقطان. كلها أقطان بس متبطنة متهيألي من جوه الجوب لأنها شكلها تقيل شوية. حلوة جدا جدا وكلها يعني حاجات تورية، قطع تورية. من الحاجات الحقيقة لفت نظري جدا إن الشغل نضيف قوي، يعني التقفيل حلو والتشطيب حلو جدا. اصل هو لو ما كانش الفينش بتاعه نضيف وهو كده يبقى ملوش لازمه طبعا، هيبقى صعب قوي لانه في حاجات كتيره متداخله. في عندك ناس مخصوص لمراقبه الجوده؟ طبعا طبعا. يعني طبعًا. جوب زي كده مثلا يا استاذه امل تاخد منك وقت قد ايه؟ تاخد مني يوم يوم بس. طب كويس. لما ما شاء الله. كل بقى لا يعني خلاص الدنيا بكل ما بنشتغل الدنيا بتبقى سهله. اكتر حاجه بتاخد وقت طويل ايه مثلا، جاكيت ولا ممكن ولا حسب يعني مثلا الجاكيت ده جاكيت ده يعني في حوالي 400 وحاجه قطعه قماش، يعني يمكن هنا ده عشان كمان القصاقيس بتتحط برسمه فيمكن ياخد وقت اكتر يعني، بس برضو خلاص ما دام احنا من الاول عاملين عارفين بنعمله ازاي فالدنيا بتبقى سهله يعني. ممكن مثلا تاخدي اوردر من حد من الزباين بتوعك انه انا عندي مثلا شويه القصاقيس دول وعايزه اصممهم بشكل معين على جاكيته معينه او على فستان معين، بتقدري تعملي ده؟ بس او مثلا انا عايز الحاجه فيها الوان كذا يعني مثلا حاجات فيها مثلا يعني في ناس بتحب مثلا الحاجات الرسمه تبقى فيها عشوائيه شويه، في حاجات بتحب الحاجات مثلا مربعات دوائر حاجات كده، فهي دي بنختلف يعني لكن ممكن اي حاجه. اكتر حاجه عليها اقبال عندك ايه؟ الفيستات دي والجواكت والسكرتات برضو عليها اقبال حلو. هو كله الناس بتحبه يعني، الوانه حلو قوي. ده شكله حلو حلو قوي يعني، الواحد لما يبص يلاقي مثلا قصقوصه، احيانا الاقي قصقوصه واقعه بتجيب لي فكره يعني اقول دي هتتعمل في الحاجه الفلانيه يعني. لا والفينش بتاعه زي ما نهى بتقول رائع الحقيقه يعني نظيف جدا 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 جميل جدا. انا كمان ملاحظه ان حضرتك ما اكتفيتيش بس بالرسمه واحده على الشنطه، ولكن الشنطه اللي وقعت دي ليها وش وظهر. هي بنطلون جينز انا بستفيد برضو بالظهر وبالوش، عاملاه برضو في ياريت الشنطه. يا ريت تقلبي الشنطه برضو. وهنا برضو بقصاقيس عاملاها شكل برضو يعني جميله يعني، وملبساها فستان من القصاقيس. عاملاها ضفاير ضفاير كل التفاصيل والضفاير برضو بقصاقيس على فكره دي قماش برضو. هل في مشاكل معينه بتواجه حضرتك وانت بتعملي كل الشغل ده؟ لا ما فيش، هو بس اكتر حاجه ان الستات تتعلم وتبقى ملتزمه، دي اكتر حاجه هتحل اي حاجه يعني طبعا. بس ده برضو كله قصاقيس برضو جميل. ده وش وظهر الفستان؟ لا هو ظهر بس. جميل. في سيمتريه كمان يعني ده مش يعني مش عشوائي كده محطوطه. حتى يعني دي برضو مش صغيره جدا رفيعه يعني مفيش حاجه بتترمي ابدا. لا خالص خالص. حضرتك يمكن كمان عملتي فكره جديده، عملتي شبشب. صح؟ حقيقي. تخلينا نشوف برضو كده لان يمكن دي حاجه من الحاجات احنا ما شفناهاش. طبعا لا انا عمري ما شفت الحقيقه. انا مش عارفه هو حقيقه في شنطه من الشنط.
بس مش ده عارفه لا موجود، طب موجود شوفي شفناه. حضرتك كمان البنطلون دي ده بقى بقماش جينز، البواقي ده الصغيره جدا بحر، ده بحر يعني اه بشكل معين. مراكب، يعني جميل قوي يعني قوي. حتى القماشه الصغيره في الجينز اللي بتقطع برضو بنستفيد منها فكره رائعه. يعني طب وبالنسبه للاكسسوارات، يعني انا ملاحظه ان في مثلا سوست وفي اليد وكده، اليد بتاعت الشنطه والحاجات دي كلها، هل دي متوفره بتلاقيها بسهوله؟ لا بس ودي حاجات حياتك بتعمليها ولا وتوديها بقى لحد متخصص لا هو احنا يعني بنعمل من الف الحاجه للياء؟ من اول. برافو عليكي، ما بن يعني ما بنوديش اي حاجه بره الحقيقه، كل برافو. حاجه حتى ما بعلم السيدات اللي معايا يعني من اول القصاقيص لغايه ما بنخلصها شنطه او لبس او اي حاجه. يعني برافو برافو برضو دي الحقيقه، نفس الحقيقه الناس دي كلها برضو كلها قطع صغيره جميله جدا. جميلة. الذوق كمان حلو قوي في اختيار او في لتنسيق الاقمشه كالوان وكخامات كلها مع بعض، يعني انا بهنيكي على الله ذوقك. يخليك ميرسي. هو هي بتيجي برضو مع كتر الشغل طبعا، بتبقى في خبره بقى ازاي بنختار وازاي ننسق وكده يعني. طبعا نشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتينا واستمتعنا جدا بال يعني المنتجات الجميله بتاعت حضرتك. انا ميرسي جدا استاذه امل شبيب، مصممه الازياء ومدربه الموضه المستدامه، كانت معانا النهارده في بيت السفيره عزيزه. بنشكر حضرتك مره ثانيه. انا ميرسي، وكده انا نهى متشكره وانا جدا، شكرا، نورتينا وشرفتينا. شكرا، ميرسي استاذه، شكرا، ميرسي جدا.